Hello and welcome to the news from Bahrain International. I'm Sarah Lebrink. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received in the presence of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, His Majesty the King's personal representatives, His Highness Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, the representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs and Chairman of the Supreme Council for Youth and Sports, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, the First Deputy President of the Supreme Council for Youth and Sports, President of the General Sports Authority and President of Bahrain Olympic Committee, His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa at Sakhir Palace, a number of well-wishers from the Southern Governorate within the framework of His Majesty's meetings with citizens, where they greeted His Majesty and congratulated him on the occasion of the last 10 days of Ramadan, the advent of Eid al-Fitr, wishing His Majesty abundant health and happiness and many happy returns. They expressed thanks and appreciation to His Majesty for the support the Southern Governorate receives from His Majesty and the development and housing projects it witnesses thanks to the directives of His Majesty. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. بارك فيكم بارك. Following a recital of verses from the Holy Quran, His Majesty the King delivered a speech on the occasion. الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب
في هذه الليلة المباركة من العشر الأواخر للشهر الفضيل التي نبارك لكم بلوغها وقرب حلول عيد الفطر السعيد، وأنه لمن دواعي السرور أن نتمكن هذا العام من اللقاء بأهلنا وأحبتنا من محافظات مملكتنا الغالية احتفاء بشهر الخير والمحبة، مبتهلين لله بأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن ينعم علينا بواسع فضله ليديم علينا الأمن والأمان وليعم السلام والوئام على البشرية جمعاء. ونود بهذه المناسبة الطيبة أن نطمئن الجميع بأن مسيرة بلادنا ماضية نحو المستقبل بكل تفاؤل وحماس وفخر بما يتحقق من نتائج واعدة تعمل من أجلها حكومتنا الموقرة بسعي حثيث وباحترافية عالية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تضع خططها في الاعتبار استباقية التعامل مع أي مستجدات أو أزمات طارئة بكل فعالية ومسؤولية من أجل التعافي الاقتصادي المنشود. ونشكر هنا كافة مؤسسات الدولة على ما يبذلونه من جهود وعلى تعاونهم البناء فيما بينهم وبصورة تبعث على الارتياح وتجدد الأمل بقد البحرين المشرق بإذن الله تعالى. ومن جانب آخر، فإن مملكة البحرين لطالما قامت بدورها اتجاه الأمن والسلم في المنطقة والتزمت بالمعاهدات والاتفاقات والعلاقات التاريخية التي جمعتها ولازالت مع الأشقاء والحلفاء والأصدقاء في العالم على مر العقود، وهي علاقات تأسست على إقامة السلم في الخليج العربي وفي بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية مع المنطقة وجميع الدول، بما أسهم في جعل مملكتنا العزيزة بلد فاعل، وهو دور تلتزم به مملكة البحرين إلى اليوم لما فيه خير شعوبنا وأمنها واستقرارها ورفاهيتها. ولا يسعنا في الختام إلا أن نعرب لكم عن مدى سعادتنا وانشراحنا برؤيتكم والاطمئنان على أحوالكم، داعينا المولى أن يعيد علينا الشهر الفضيل والبحرين وأهلها في حفظ الله سالمين غانمين. كل عام والجميع بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. After that, Sabah Salim al-Dosri delivered a speech on behalf of the Southern Governance citizens in which he congratulated His Majesty the King on the last 10 days of Ramadan and the advent of Eid al-Fitr, wishing His Majesty and the Kingdom many happy returns. He expressed pride in meeting His Majesty the King, expressing loyalty to him and affirming the citizens' pledge to defend the homeland with their utmost efforts. He hailed His Majesty's leadership and his approach of communicating with his people. Dosri expressed the Governance citizens' gratitude and pride in the comprehensive development, expressing hope for a promising future as a result of the directives of His Majesty the King and the services provided by the government led by His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister to achieve the people's ambitions and aspirations. He also expressed pride in the governance's vital projects and national gains. He hailed the support of His Highness Sheikh Nasser bin Hamad to the youth and the opportunities and potentialities he provides that contribute to developing their capabilities and skills in various fields.
The governance citizens also expressed appreciation for the sincere national efforts of security officers to maintain security and stability as a result of the support and directives of the Minister of Interior, General Sheikh Rashid bin Abdullah Al-Khalifa, and the follow-up of the Southern Governor, His Highness Sheikh Khalifa bin Ali Al-Khalifa. They commended the efforts of security bodies in activating the principle of community partnership. هذه الليالي المباركة من شهر رمضان الكريم نتضرع إلى المولى العلي. Then the chairman of the Sharia department of the Court of Cassation, Sheikh Adnan bin Abdullah Al-Qattan, supplicated Allah. حفظه الله ورعاه وللجميع ونسأل الله جلت قدرته الاستجابة. أدعو فضيلة الشيخ عدنان القطان لقراءة الدعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظك الله ورعاك، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالتكم وأسرتكم الكريمة ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة والعافية وطول العمر، ويعيده على مملكة البحرين وشعبها الوفي بالأمن والإيمان والرفعة والتقدم والازدهار في ظل عهدكم الزاهر الميمون. ولا يسعنا في هذه الأيام والليالي المباركة من شهر رمضان إلا أن نرفع أكف الضراعة للمولى تعالى داعين: اللهم احفظ بلادنا مملكة البحرين من عبث العابثين ومكر الماكرين، واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى لما تحب وترضى، اللهم اجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، اللهم احفظه من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم أعزه وأطل في عمره وأحسن عمله وألبسه ثوب الصحة والعافية، وبارك له في أهله وأولاده وذريته، ووفقه وولي عهده لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع به الكلمة ووحد به الصف، واجعله سبباً لحقن الدماء واجتماع القلوب، واجعله إماماً للتسامح والتعايش السلمي والتآخي والتحاب، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تيسر لوطننا الغالي وشعبنا العزيز كل أسباب التحضر والتطور والتقدم الموافق لدينك ولهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عهد ملكنا حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه عهد خير وسعد وبركة وصلاح وتوفيق وسؤدد، ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد، وأبعد عنه وعن وطننا العزيز وشعبنا الكريم الفتن والمحن والبلايا والشرور ما ظهر منها وما بطن، واصرف عن الجميع شر الأشرار وكيد الفجار، وألف بين قلوبنا رعاة ورعية، واهد الجميع للتي هي أقوم يا سميع الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما،
ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أدخلنا برحمتك في عباد الصالحين في عبادك الصالحين، وتقبل منا ما عملناه من أعمال صالحة في هذا الشهر الفضيل، وأدخلنا الجنة مع السابقين المقربين، وارزقنا الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى سيد الثقلين، واحفظ أهله واجعله شامخا عزيزا عامرا بالطاعة والعبادة إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راعي الفزعة بكل الميادين، عدلت في حكم الشعب الرعية، لك سيرة عطرة ورود ورياحين، سيرة فخر بأمجادك الوايلية. حبك سرى في دمنا والشرايين، وليامرت أرواحنا لك هدية. يا باني الأمجاد طلق الحجاجين، زبنا الأمور الكائدة والعصية. ما ظنتي مثلك يجيب السلاطين، أنت الحياة لهل من عقربية. أروى ثرى داره وصارت بساتين، من فضل رب البيت جزل العطية. ودامنت قايدنا حنا عزيزين، يا فخر كل الأمة اليعربية. حمد ولك فعل عليه البراهين، ولك سيرة فوق النجوم المضية. يا سيدي حنا سيوفك يا وريث المسبمين، تامر وناقف كالجبال العصية. واختامها اقبل سلام المحبين، مباركين بالشهر وبمجية. وارجع واقول امين امين وامين، يدوم عزك يا امان الرعية.
His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifa issued a royal decree pardoning and releasing 160 inmates who had been convicted in various court cases and served part of their jail terms. The royal gesture marking Eid al-Fitr reflects His Majesty the King's keenness to provide the pardoned inmates with the opportunity to reintegrate into society and participate in the kingdom's development march. A telephone call was held between His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa and the Prime Minister of Egypt, Dr. Mustafa Manbouli. His Royal Highness highlighted the strength of the relationship that exists between the two countries, which continues to receive the support of His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifa and the President of Egypt, Abdel Fattah Al-Sisi. His Royal Highness underscored the importance of furthering bilateral cooperation to benefit both countries and their people. For his part, Manbouli highlighted His Royal Highness's commitment to further strengthening Bahrain-Egypt cooperation and coordination for the benefit of both countries. With the follow-up and presence of the first Deputy President of the Supreme Council for Youth and Sports, President of the General Sports Authority, the GSA, and President of Bahrain Olympic Committee, BOC, His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al-Khalifa, GSA organized the 2022 Sports Games with the participation of the heads of national clubs and sports federations. Present were GSA Vice President, His Highness Sheikh Salman bin Mohammed Al-Khalifa, the BOC Vice President, His Highness Sheikh Isa bin Ali Al-Khalifa, and GSA CEO, Dr. Abdurrahman Askar, and heads of sports clubs and federations. His Highness praised the wide turnout of the event, noting that GSA is keen to develop the sports system in the kingdom by activating its partnership with various sports institutions. He said that the presence of the heads of these institutions in one place enhances their cohesion and opens channels of direct communication between them. For his part, the GSA CEO expressed thanks to His Highness Sheikh Khalid for his initiative and directives to organize the event and to all its participants, stressing that the success achieved in its first edition is due to the wide participation of the heads of clubs and federations. The heads of the clubs and the federations expressed their thanks to His Highness for his initiative and invitation to participate in the event, praising the idea of the event, which contributes to strengthening communication among them, and expressed thanks to GSA for all the efforts made to make the tournament a success. His Highness Sheikh Isa bin Ali crowned the top three winners in addition to honoring the judges and the organizing committee. The Minister of Labour and Social Development and Chairman of the Occupational Safety and Health Council, Jamil Hamedan, made a statement on the occasion of the World Occupational Health and Safety Day in which he affirmed that the government led by His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister is paying increased attention to raising the level of occupational safety and health in various production sites. He asserted that Bahrain is adopting advanced national legislation and laws in the field of protecting workers from all types of accidents and occupational illnesses, which contributed to promoting a safe and stable work environment. The minister added that the rapid technological progress creates many influential challenges related to sustainability and the safety of the work environment, which requires continuous development in work conditions and organizational methods and the development of effective administrative systems to manage work environment risks. He stressed the importance of the supervisory role of those involved in occupational safety and health departments in various establishments, highlighting the ministry's intensification of its supervisory and inspection efforts at work sites. The Minister of Transportation and Telecommunication, Kamal bin Ahmed Mohammed, honored the employees of Bahrain Airport Company, BAC, and the Telecommunications Regulatory Authority, TRA, with the Prince Salman bin Hamad Medal for Medical Merit. The Minister reaffirmed the appreciation of His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifa and His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa, for the sincere efforts of all frontline workers in combating the COVID-19 global pandemic. He hailed the efforts of BAC and TRA employees in carrying out their duties
duties for the interests of the country, emphasizing that even greater efforts are required to maintain the kingdom's achievements to date, realize its national goals, and raise its profile on regional and international stages. The honorees expressed pride in receiving this prestigious award, which is an incentive to continue giving their best in serving the nation. The Supreme Council for Islamic Affairs has announced that the moon sighting panel will convene on Saturday evening to receive news and testimonies about the birth of the new crescent. The council urged all people who sight the crescent to contact the panel